الميدانيون يحتاجون إلى خارطة طريق. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم. الجيش الإسرائيلي يخرق وقف النار في غزة ويقتل 10 أطفال فلسطينيين في مخيم الشاطئ. باريس تعلن استعدادها لاستقبال العراقيين المسيحيين المهجرين من الموصل. الحرب على غزة وقضية المسيحيين في الموصل حضرتا في خطب عيد الفطر السعيد. صباح الخير. بينما دخل لبنان أمس عطلة عيد الفطر الممتدة يوما ثالثا إلى الخميس المقبل، استمرت الحركة السياسية الداخلية خجولة فيما عدا الاتصالات واللقاءات التي يجريها رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في محاولة حثيثة لحل أزمة الاستحقاق الرئاسي. ففيما التقى قبل يومين أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، أجرى أمس اتصالا هاتفيا بالرئيس سعد الحريري مهنئا بالعيد ومعززا الانطباع عن مخرج ما يجري العمل عليه لإيجاد مخرج للوضع القائم. وذكرت المعلومات المتداولة أن أجواء المساعي تبدو ميسرة، ولذلك يمكن توقع إقرار تمديد ثان بغير عقبات كبيرة لولاية مجلس النواب قبل حلول موعد الدعوة إلى الهيئات الناخبة في 20 آب المقبل في موازاة تفعيل ملموس لعمل الحكومة. أما في الشأن الرئاسي فنقطة الانطلاق التي باتت واضحة هي استحالة إيصال أحد من مرشحي قوى 14 و8 من أذار إلى الرئاسة، علما أن لا حل جاهزا في هذا الصدد حاليا. في غزة تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها، وقد ارتكبت مجزرة جديدة الليلة الماضية عندما قصفت منزلا في رفح ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم أطفال ونساء. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بالمقابل أن 5 من جنوده قتلوا في قطاع غزة والمناطق المحيطة به. أما كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس فأكدت قتل 10 جنود إسرائيليين في عملية عسكرية شرق حي الشجاعية، حيث تدور اشتباكات منذ صباح الاثنين. الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم. العيد معمد بالدم في غزة. أطفال القطاع الذين كانوا من المفترض أن يلهوا في هذا اليوم بدا الموت من نصيبهم بعدما قصفت طائرات الاحتلال أكبر مجمع طبي في غزة بالإضافة إلى مخيم الشاطئ، وقد راح ضحية المجزرة 10 أطفال على الأقل. الإجرام اللامحدود يترجمه الاحتلال الإسرائيلي في غزة برفضه الهدنة الإنسانية وإصراره على تصعيد العدوان بعدما كان طيرانه الحربي أغار صباحا على مناطق واسعة. كتائب القسام التي ترقبت انتهاكات الهدنة ردت باستهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية على أطراف القطاع، حيث دارت اشتباكات مع قوة خاصة قتلت خلالها جنديين إسرائيليين قبل أن تقصف مع فصائل المقاومة الأخرى بعشرات الصواريخ والقذائف عسقلان وأشكول والنقب وعدد من المستوطنات والمواقع العسكرية، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال. الرد جاء أيضا باستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في جحر الديك على حدود غزة بصاروخ موجه من القسام. وبينما تتربص أرتال العدو الإسرائيلي بالقرب من القطاع، كشفت قوات الاحتلال نفقا يمتد من حدود القطاع إلى خارجها ودمرته. وصبيحة أول أيام العيد خرجت حشود من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة في تظاهرات بعد الصلاة نصرة لغزة والمقاومة الفلسطينية. إذن اهتز وقف إطلاق النار الإنساني الفوري وغير المشروط في غزة، والذي كان دعا إليه مجلس الأمن الدولي، ما استدعى حراكا سريعا للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي اتصل بكل من قطر وتركيا من أجل إرساء تسوية في غزة. هدنة الساعات 24 الإنسانية التي أعلنت في مجلس الأمن بخصوص غزة لا يبدو أن النجاح حليفها، لكن جهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون في هذا الشأن تبقي نافذة الأمل مفتوحة.
بعد تجديد الدعوة التي أطلقها مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق نار إنساني غير مشروط. أشار بان إلى أن الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة عبرا عن استعدادهما الجاد للموافقة على طلبه للهدنة الإنسانية، وأشار في الوقت نفسه إلى الدمار الهائل الذي أحدثه العدوان على القطاع. وفي حديثه عن مئات الشهداء المدنيين من النساء والأطفال الذين سقطوا بالقصف، شدد بان على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جريمة من كل جهات الصراع، لافتا إلى أن كل المنطقة في غزة هي منطقة مدنية ولا يوجد هناك ملاذ آمن للسكان. في منح آخر، وبعد زعم بعض وسائل الإعلام أن وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التقى وزير الخارجية الإسرائيلية فيكتور ليبرمان في باريس، أشاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بجهود دولة الإمارات في تخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع. في الشأن العراقي، فاجأت باريس الأوساط السياسية بإعلان استعدادها لتسهيل استقبال مسيحيي العراق المعرضين للاضطهاد. ميدانيا، شن طيران الحربي العراقي غارة على أهداف للمسلحين في جرف الصخر، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا بحسب مصادر طبية وعشائرية في المنطقة. في ظل الضغوط التي يتعرض لها المسيحيون في العراق، أعلن وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان لوران فابيوس وبرنار كازنوف عن استعدادهما لتسهيل استقبال المسيحيين المعرضين للاضطهاد من داعش في إطار آلية لجوء ما يمكن أن يمهد لعملية ترانسفير كبيرة. ميدانيا، قتل عشرات العراقيين بينهم نساء وأطفال وجرح آخرون في قصف استهدف تجمعات لمسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في ناحية جرف الصخر جنوب بغداد. مسؤول في محافظة بابل أكد أن الجيش العراقي يسيطر بالكامل على القرى التي تشكل ناحية جرف الصخر شمال بابل باستثناء مركز الناحية الذي يمكن وصفه بالأرض الحرام التي لا تسيطر عليها أي جهة وتشهد معارك بين المسلحين والجيش. من ناحية أخرى، أعلن مسؤولون أمنيون عراقيون عن العثور على 14 جثة مجهولة الهوية بالعاصمة بغداد، كانت ألقيت عمدا في شوارع العاصمة وبدت عليها آثار لطلقات نارية في الرأس والصدر. إلى ذلك، قصف الطيران الحربي السوري مناطق في قضاء القائم العراقي على الحدود العراقية السورية فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة وجرح 6 آخرين. طلبت فرنسا من لبنان الموافقة على نقل أشلاء ضحايا اللبنانيين الذين سقطوا في حادثة الطائرة الجزائرية إلى باريس لإجراء فحوصات الحمض النووي ومطابقتها مع العينات التي أخذت من ذوي الضحايا. في الوقت نفسه، غادر القائم بأعمال السفارة اللبنانية في ساحل العاج إلى موقع الحادث، يرافقه عدد من عائلات الضحايا اللبنانيين. بعد وصول الوفد اللبناني إلى مالي وبحوزته عينات من الحمض النووي لأهالي الضحايا اللبنانيين الذين سقطوا في حادثة الطائرة الجزائرية، بدأت الجهود الحثيثة لتحديد هوية الجثامين. ويتوقع أن يتوجه خبير الحمض النووي اللبناني إلى منطقة سقوط الطائرة للتعاون مع الوحدات الفرنسية في متابعة التحقيقات وعمليات مطابقة فحوصات الدي ان اي. وفي هذا الوقت، تستمر القوات الفرنسية بتأمين موقع تحطم الطائرة في المنطقة الوعرة التي سقطت فيها شمالي مالي، حيث وصل إلى باماكو خبراء في الطيران ووحدات من القوات الفرنسية، وتم نصب مخيم بالقرب من مكان الحادث لمتابعة التحقيقات والتحركات. هذا وتم نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من مدينة جاو إلى باماكو على أن ينقلا لاحقا إلى فرنسا، حيث ستبدأ التحقيقات، فيما تبقى فرضية سوء الأحوال الجوية السبب الأساسي الذي أدى إلى سقوط الطائرة. بعد الفاصل في النشرة، الكوفية الفلسطينية على أكتاف المصلين في لبنان. نواصل تقديم النشرة. لمناسبة عيد الفطر، أدى الرئيس سعد الحريري صلاة العيد في الحرم المكي الشريف إلى جانب ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمشاركة ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز وحشد من الأمراء والمسؤولين السعوديين. ثم شارك الرئيس الحريري في حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالمناسبة في الديوان الملكي بقصر الصفا في مكة المكرمة عقب الصلاة.
وفي لبنان وتحديدا في صيدا في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري أما مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان المصلين، حيث ندد في خطبة العيد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، كما دعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية يعمل على تحصين البلاد. كما في كل خطب عيد الفطر التي ركزت على معاناة غزة وأهلها في ظل العدوان الإسرائيلي، جاءت خطبة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان الذي أما المصلين في مسجد الحريري في صيدا بحضور رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وشقيق الرئيس الشهيد رفيق الحريري السيد شفيق الحريري ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري والمسؤول السياسي في الجماعة الإسلامية بسام حمود وحشد من الشخصيات الصيدوية وفعاليات المدينة. المفتي سوسان شدد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني لا سيما أهل غزة منددا بالعدوان، وأكد أن القضية الفلسطينية ستبقى حية من خلال سواعد المقاومين ومع بقاء الشعب صامدا. إننا منحازون للشعب الفلسطيني في قضيته، في صموده، في بقائه على أرضه. أعتقد أن ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى إن لم تهز ضمير المجتمع الدولي الغائب والمجتمع العربي الممزق، فإن الأمة بحاجة وفورا إلى إعادة النظر بكل أوضاعها وأفكارها. المفتي سوسان أكد أن الاعتداء على المسيحيين في الموصل هو أمر مرفوض ومشبوه، أما في الشأن الداخلي فناشد المسؤولين الإسراع بمحاكمة موقوفي عبرة، وطالب أيضا بانتخاب رئيس للجمهورية لديه قدرة على حفظ التوازنات ويعمل على وحدة لبنان. ولبنان والمنطقة العربية تعيش زلازل وانتفاضات وثورات وقتل ودم وتوترات تجعلنا أكثر حرصا على وحدتنا الوطنية وتماسك جبهتنا الداخلية، وأول المبادرات انتخاب رئيسا للجمهورية رمزا لوحدة البلاد، لديه حكمة وعدل وحرص على الدستور ورؤية وطنية صادقة وقدرة على التوازنات بعيدا عن الفساد والإفساد والاستغلال، رئيسا مسيحيا وحيدا في المنطقة العربية كلها. وفي الختام تقبل المفتي سوسان والرئيس السنيورة التهاني بالعيد من قبل المصلين. من صيدا إلى طرابلس، حيث دعا المفتي مالك الشعار إلى نصرة المظلوم من بين الموقوفين، فيما طالب الشيخ سالم الرافعي بعفو عام للموقوفين لا يشمل المتورطين بتفجير مسجدي التقوى والسلام. في المسجد المنصوري الكبير أدى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار صلاة عيد الفطر في حضور وزير العدل أشرف ريفي والنائبين سمير الجسر ومحمد كبارة وحشد من المصلين. المفتي الشعار سأل لمن يترك الأبرياء في فلسطين وسوريا والعراق، داعيا إلى الإسراع في محاكمة الموقوفين في طرابلس وإطلاق سراح الأبرياء بينهم، لأن الظلم والتنكيل يولد ردات فعل لا تحمد عقباها. على المسؤولين الثيابيين في هذه المدينة العلية أن يتصدوا جميعا وأن يكلفوا فريق دفاع لإحقاق الحق ونصرة المظلوم وإقفال باب هذه القضية والأزمة. وإنني في هذا المقام لا يدعني إلا أن أكرر الشكر لكل صانعي الخطة الأمنية. والذي أخرج المرعى. وأمام الألاف في معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي، طالب رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي في خطبة العيد بإصدار عفو عام عن أبناء طرابلس وجبل محسن من غير المتورطين بتفجيري مسجدي التقوى والسلام. نحن مع الخطة الأمنية ما دامت تريد أن تحل الأمن والسلام في طرابلس، أما إذا كانت الخطة الأمنية لاستئصال الشباب الملتزم إكرام
الرافع انتقد غض الدولة الطرف عن مسلحي حزب الله وقال: لماذا لا تصارحوننا بأن إيران وأمريكا من أمرتا بتوقيف الشيخ حسام الصباغ؟ ولمناسبة عيد الفطر المبارك غص ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالوفود الشعبية التي قرأت الفاتحة لروحه وأرواح رفاقه الشهداء الأبرار. ويبقى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري المكان الأقرب إلى قلوب محبيه الأوفياء الذين زاروه لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فقد أمت الضريح وفود شعبية ووفود من تيار المستقبل من المناطق اللبنانية كافة قرأت سورة الفاتحة لروحه وأرواح رفاقه الشهداء. أما أول الحاضرين فكانت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري التي قرأت الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح الشهداء الأبرار. وكذلك فعلت عائلات الشهداء الذين قرأوا الفاتحة عن أرواحهم وروح الرئيس الشهيد. الحاضرون استمعوا أيضا إلى أدعية وآيات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ خالد يموت. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. في عيد الفطر وتضامنا مع غزة ارتد حشد من المصلين في مختلف المساجد اللبنانية الكوفية الفلسطينية. تقرير ربيع شنطر. قبل إشراقة شمس عيد الفطر السعيد حضروا إلى مسجد السلطان محمد الفاتح ليبيعوا الكوفية الفلسطينية للمصلين والتي سيعود ريعها كتبرعات لأهالي غزة الجريحة. هؤلاء الناشطون حملوا شعار كوفية العزة تضامن مع غزة وصلي فيها صلاة العيد، وقد بيعت الكوفية ب7000 ليرة لبنانية كحد أدنى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا امتلأت مساجد العاصمة بالمصلين الذين ارتدوا الكوفية كتعبير عن وقوفهم إلى جانب أهالي الشهداء والمنكوبين في فلسطين. هنا في المسجد العمري الكبير ارتدى إمام المسجد والمصلون والمصليات الكوفية. هذا النشاط كانت قد نظمته جمعية الإرشاد والإصلاح ودعت إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صور وكليبات. من معراب ناشد راعي أبرشية جبل لبنان وطرابلس للسوريان الأرثوذكس المطران جورج صليبة، ناشد المسؤولين المسيحيين أنهاء أزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتبار أنه المركز الوحيد للمسيحيين في الشرق. تطور الأوضاع في المنطقة خصوصا ما تشهده الموصل من اعتداء على المسيحيين مواضيع بحثها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع راعي أبرشية جبل لبنان وطرابلس للسوريان الأرثوذكس المطران جورج صليبة. فنتمنى على أخوتنا المسيحيين بدرجة أولى وعلى الموارنة بالتحديد أن يتكاتفوا ويعملوا ويتنازلوا ويعرفوا إن هذه الفرصة إن فاتت منهم لن تعود. لهذا انتخاب الرئيس بأقرب وقت ممكن وبهذه المناسبات التي خلقت اليأس عند كثيرين من المسيحيين، انتخاب رئيس جمهورية للبنان سيفرج عنهم ويجعلهم يعيشون كما كانوا بل أفضل. إلى ذلك التقى جعجع وزير العمل والتنمية الاجتماعية في كندا جيسون كيني الذي أشار إلى أن الحكومة الكندية أنشأت مكتب حرية العبادة ليشكل صوتا لحماية الأقليات الضعيفة في هذه المنطقة في مواجهة التيارات المتطرفة كما هو حاصل في سوريا والعراق. اعتبرت أوساط النائب ميشيل عون لصحيفة الحياة أن هدف النائب وليد جنبلاط من لقاء السيد حسن نصر الله هو العمل على استبعاد زعيم التيار الوطني من الرئاسة. أما أوساط جنبلاط فقالت أن احتمال وصول عون للرئاسة انتهى، وما حتم اللقاء هو التطورات الإقليمية وحرب غزة التي تفرض التشاور في ظل الصمت العربي والدولي على المجازر الإسرائيلية. وإذ تكتمت أوساط الاشتراكي على تفاصيل اللقاء أشارت إلى أنه تم التوافق على دعم الاستقرار الأمني وعدم نقل الفتن في الإقليم إلى لبنان وعلى تفعيل العمل الحكومي
بانتظار انتخاب الرئيس. النشرة الصباحية مستمرة وفيها مروحيات النظام السوري تقصف حلب ودرعا وريف دمشق. أهلا بكم من جديد. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أن الإرهاب أداة في يد أعداء الإسلام. وقال خادم الحرمين في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر ألقاها نيابة عنه وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة أن ما تواجهه الأمة الإسلامية من حرب شعواء من هذه الفئة الباغية جعل المملكة تهدف إلى وضع حد لكل هذا الإرهاب. فواجبنا جميعا الأخذ على أيدي القلة القليلة من الأغرار الذين ذهبوا ضحية أصحاب المطامع والأهواء المتدثرين بعباءة الدين والدين منهم براء، وإننا بحول الله وعونه سنقف سدا منيعا في وجه الطغيان والإرهاب واستباحة الدماء، ونمنع كل من يسعى في إبدال الأمن خوفا والرخاء ضنكا. فهؤلاء أيها الإخوة أشد خطرا وأعظم أثرا وأعمق من الأعداء الذين يتربصون بالأمة في العلن. في سوريا استمرت المعارك بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في غالبية المدن في أول أيام عيد الفطر، كما لم تهدأ وتيرة الغارات التي تشنها المقاتلات السورية والمروحيات على حلب ودرعا وريف دمشق. استمرت المعارك بين قوات النظام السوري والجيش الحر في مدن سورية عدة رغم حلول أول أيام عيد الفطر السعيد، ولم تهدأ وتيرة الغارات التي تشنها مقاتلات النظام والمروحيات العسكرية على حلب ودرعا وريف دمشق. فقد أغار طيران النظام على بلدة المليحة بريف دمشق، كما ألقت المروحيات براميل متفجرة على مدينة الزبداني، كما سقطت عدة قذائف هون على منطقتي العباسيين والزبلطاني بدمشق. في حلب ذكرت مصادر في المعارضة أن قتلى وجرحى سقطوا في قصف بالبراميل المتفجرة على حي الشعار في المدينة. وفي ريف حماة دارت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في بلدة قمحانة، وذكرت المصادر أن كتائب من الجيش الحر سيطرت على 3 حواجز لقوات الأمن. إلى ذلك عثر على أكثر من 150 قبرا داخل الفرقة 17 بالرقة، مقسمة إلى 4 مقابر كبيرة. في ليبيا تستمر المعارك في طرابلس وبنغازي، وقد أودت بحياة نحو 100 شخص وجرح أكثر من 400 بحسب وزارة الصحة الليبية. في خطوة من شأنها المساهمة في التوصل إلى مصالحة بين القبائل الليبية، أطلقت قبيلة الزنتان سراح المساجين والذين ينتمون لكل القبائل الليبية الأخرى كبادرة حسن نية. مؤتمر القبائل والمدن الليبية ثمن هذه الخطوة كما تمنى من اللجان المختصة حل حالة كل الأمور العالقة حتى يكتمل الوفاق الوطني. يأتي ذلك فيما المواجهات المسلحة بين الميليشيات مستمرة في العاصمة ومحيط مطار طرابلس الدولي، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيين، وإلى اندلاع النيران في خزانين ضخمين للوقود. الحكومة الليبية أكدت أن الوضع الحالي لحرائق الخزانات خطير جدا، مطالبة بمساعدة دولية في إخماد النيران، وجددت دعواتها للسكان المقيمين في المحيط إلى المغادرة لتجنب انفجار هائل. المواجهات مستمرة في مدينة بنغازي بين قوات من مجلس شورى ثوار المدينة وقوات الصاعقة التي أعلنت تأييدها لعملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأدت إلى سقوط ضحايا. في ظل هذه الأجواء نفت الداخلية الليبية خبر مقتل المصريين بسقوط قذيفة في العاصمة، فيما ناشدت الخارجية المصرية على غرار بلدان أخرى منها تونس وتركيا جميع مواطنيها مغادرة ليبيا فورا حفاظا على حياتهم. التدهور في الوضع الأمني دفع كذلك ببلدان أوروبية عدة إلى دعوة مواطنيها إلى مغادرة البلاد، وذلك بعدما أخلت الولايات المتحدة سفارتها من موظفيها الدبلوماسيين. ونصل في ختام نشرة إلى التذكير بعناوينها. الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم. الجيش الإسرائيلي يخرق وقف النار في غزة ويقتل 10 أطفال فلسطينيين في مخيم الشاطئ.
باريس تعلن استعدادها لاستقبال العراقيين المسيحيين المهجرين من الموصل. الحرب على غزة وقضية المسيحيين في الموصل حضرتا في خطب عيد الفطر السعيد. النشرة الصباحية انتهت، شكرا للمتابعة، ونتوجه مجددا بالمعايدة للبنانيين جميعا. إلى اللقاء. اللبنانيون يحتاجون إلى خارطة طريق.